تباشر الجهات المعنية العمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، بما يحقق التطلعات المنشودة بجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف. بهدف تعزيز الجهود الوطنية المشتركة بجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول للتوظيف في الشركات والمؤسسات الخاصة في إطار من التنافسية العادلة، ولتطوير بيئة العمل بما يخدم استقرار ونمو سوق العمل الذي يعد المحور الأساسي والمحرك لوتيرة عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين. يأتي البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية بعد النجاح المشهود الذي حققته النسخة الأولى بثلاث مبادرات أساسية تتمثل في استئناف كافة برامج صندوق العمل تمكين والتركيز على دعم توظيف البحرينيين، في حين تشمل المبادرة الثانية تمديد فترة الإعلان عن الشواغر الوظيفية من أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل التقدم بطلب الاستقدام من الخارج. أما المبادرة الثالثة فترتكز على تشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة غير النظامية لضمان تحقيق تنافسية عادلة في سوق العمل، هذا إلى جانب الاستمرار في تقديم مبادرات البرنامج في نسخته الأولى. وسيعمل البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الجديدة سيعمل على خلق 25,000 وظيفة وفرصة عمل خلال العام الحالي، إلى جانب 10,000 فرصة تدريب بهدف الارتقاء بمستوى الموظف والعامل البحريني وجعله الخيار الأمثل في سوق العمل.